أنا سعد بن عبد الله القريني، صاحب مكتب أوتاد العقار للعقارات، حاصل على تصنيف رقم 1 من الهيئة العامة للعقار في منشآت الوساطة العقارية. المعايير اللي تتطلبها الهيئة هي عقد التسويق وعقد الرغبة بالشراء ونماذج الاستلام وتسليم العقار. لازم تكون عندك لا يقل عن 3 خدمات، مثل الوساطة العقارية وإيجار ووافي وإدارة المرافق وملاك والمستشار العقاري والمصلح العقاري. الهيئة قدمت لي مبادرات وأفكار ساهمت في خلق فرص لمنشأتي. حصلت على جميع الدورات الوساطة العقارية، محترف بيع الخارطة، مدير مرافق. تصنيف المكاتب العقارية، وأعتقد أنه له دور أساسي وجيد في عملية تحفيز المكاتب أو الشركات لتنمو بشكل كبير جدا لتحصل على هذا التصنيف، ليزيد يعني إمكانيات استيعابها للكفاءات السعودية، وتكون أيضا يعني لها دور أساسي في التنمية. عندما تقوم المنشأة بتطبيق العقود والنماذج الموحدة اللي هي صادرة عن طريق الهيئة وتوثيقها إلكترونيا، فهذا يؤدي إلى تنظيم الإجراءات وأيضا حفظ حقوق كل الأطراف وزيادة الثقة في التعاملات الإلكترونية.